السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم سنعيش حياة الرفاهية مع مخرج الأفلام المشهور وهو سالمان ريتشارد. نبدأ أولا يومنا بالروتين عادي والروتين اليومي الخاص بأحد أغنياء لوس سانتوس. لن تصدقوا الأرباح التي يكسبها هذا الشخص في الشهر، فقط تريليونات الدولارات فقط من إنشاء الأفلام وبيعها. لما لا نذهب في جولة لمنزلي المبني فوق جزيرة معزولة؟ نعم، لم أشتري بقعة أرضية بل اشتريت جزيرة معزولة خاصة بي. لم تصدقوني؟ هاتي الهليكوبتر هنا المشللة من الذهب، اشتريتها فقط ب 100 مليون دولار. 100 مليون دولار بالنسبة لي هي دراهم بسيطة جدا. نأخذ هذه الهليكوبتر ونتجه نحو الجزيرة لكي أظهر لكم منزلي البسيط جدا المبني فوق من الجزيرة. لكي نتجه نحو المنزل فأكيد يجب علينا الذهاب وأخذ الهليكوبتر، ولماذا نأخذ هليكوبتر مشللة بالذهب؟ لمن يتساءل الآن عن السائق الخصوصي، السائق الخصوصي هو في عطلة لهذا السبب قررت سياقة هذه الهليكوبتر بنفس. لم تصدقوني، أغلبكم لم يصدقني. ما هو ذلك الشيء المبني فوق من تلك الجزيرة بالضبط؟ شاهدوا وركزوا معي على ذلك الشيء المبني في الجزيرة. نعم، بطبيعة الحال هو منزلي، اشتريت جزيرة خاصة بي، واليوم سأخذكم في جولة داخل من المنزل. نحاول الوقوف أولا باحترافية. أنا متأسف لست محترفا كثيرا في سياقة الهليكوبتر ببساطة لأن عندي سائق خاص هو الشخص الاحترافي في السياقة. لا يهم، المهم أنا كذلك تعلمت أخذت رخصة سياقة الطائرات، وهذا أمر عادي بالنسبة للشباب الأغنياء مثلي. هذه المساحة كلها هي خاصة بي، تقريبا عندي ما يقارب 100 متر مربع دائرة على هذه الجزيرة، يعني أن هذه المنطقة البحرية كلها هنا التي تستطيعون رؤيتها فإنها ملك لي. وضعت العديد من البيلرز هنا في المنزل لكي لا يسقط أكيد، فكلكم يعرف هناك مد وجزر، لهذا السبب يجب علي تعلية أنماء منزلي لكي لا يصعد الماء للمنزل في المساء. الباب ركزوا معه هو مقفول أوتوماتيكيا، عندما سأقترب منه سيفتح يا أصدقائي بهذه البساطة وبهذا السحر. أبواب المنزل تحس بأنني اقتربت منها وتفتح أوتوماتيكيا. مباشرة مع الدخول ستلاحظون بأن هناك باب على اليمين كالعادة لقد فتح أوتوماتيكيا لأن أحس بأنني جئت. هنا عندنا هذه الأريكات الفارهة جدا، الأريكة الواحدة ثمنها 1000 دولار. اشتريت أريكتان، هذه هي غرفتي، هنا أنام، عندي هنا بعض من التهوز مثلا إذا تعرقت فإنني أستعملها أكيد لكي أمسح ذلك العرق. هنا هذه الغرفة هي غرفة خاصة بالاستراحة، مثلا إذا أردت مشاهدة قناة ياسبليس على اليوتيوب فإنني أجلس في هذا المكان أشاهد مقاطع ياسبليس الخرافية جدا على اليوتيوب، وبعدها أقوم بعملي أشاهد اللقطات التي قمنا بتسجيلها في استوديو، وأعطي للعمال إشارة يا إما نعيد التصوير مرة أخرى أو أن المقطع رائع جدا حلو يعني سنتركه. هذه الأريكة عندما أتعب فإنني أتي إلى هنا أستريح، أشاهد قليل من التلفاز، وفي بعض الأحيان أقف هنا وأتمنظر على هذا الجمال الرهيب. واو، أحب صراحة الحياة السعيدة. نتجه الآن نحو الطبق العلوي. الطبق العلوي تقريبا لا شيء يذكر عندي بعض من اللوحات الفنية، تلك اللوحات ثمنها أكيد ملايين الدولارات يا أصدقائي. لا توجد عندي لوحة معلقة على الحائط أرخص من 1000000 دولار. كالعادة هاتي التيبل خاصة بالاجتماعات وخاصة بالعائلة، مثلا إذا زارني أحد أفراد العائلة فإننا نجلس هنا في هذا المكان نأكل الطعام. وهنا هاتي الأريكة الكبيرة جدا خاصة بالحفلات فقط، يعني إذا أنشأت حفلة واستدعيت المشاهير فإنهم يجلسون هنا في هذا المكان، العمال يحضرون لهم ألذ وأزكى الأطعمة. في هذه الضفة هنا عندنا جوائز الأوسكار التي حصلت عليها، حصلت على ما يقارب 5 جوائز، وهناك الجائزة السادسة آتية في الطريق. هذا القناع هو خاص بفيلم The Mask، أغلبكم سيكون قد شاهد ذلك الفيلم. أنا هو المخرج السينمائي الذي اشتغلت عليه وأعطوني هذه الهدية هنا بعدما نجح ذلك الفيلم نجاحا باهرا. هنا عندنا بعض من الأريكات، كذلك 4 تلفازات وليس تلفاز واحد فقط. في أغلب الأحيان نستعمل هذه التلفازات في لعب Call of Duty أو كرة القدم، وتلك هي ابنتي حبيبتي التي أحبها كثيرا. هنا هاتي السيديات هي خاصة ببعض من الأفلام الناجحة، علقتها في الحائط. المنظر كالعادة هو خرافي ورائع، لهذا السبب بنينا هاتي الحيطان هنا بالزجاج لكي نضرب عصفوران بحجر واحد، نحصل على منظر رائع، وفي نفس الوقت أشعة الشمس ستدخل. هذا هو المطبخ، العمال الآن فإنهم في عطلة، لهذا السبب لا يوجد عمال في المطبخ. ندخل الآن لغرفة النوم الثانية. هاتي الغرفة هي غرفة نوم ثانية، عندما يأتي عندي الضيوف فإنهم يستعملون هذه الغرفة في بعض الأحيان. وضعت لهم أريكة هنا بالقرب من الزجاج لكي يتمنظروا على المناظر الرائعة جدا. في هذه الضفة باب الخروج إذا أردنا الخروج للجزيرة. لن أخرج الآن بل سندخل لهذه الغرفة هنا.
هذه هي غرفة التدليك وغرفة الاستحمام. بما أنني كبير في السن ففي بعض الأحيان آتي إلى هنا أعمل دوش ساخن وبعدها أنشر جسدي في هذه المنطقة وتأتي المدلكة وتدلك عظامي. فكلكم يعرف عندما تكبرون في السن فإن العظم منكم يهين، لهذا السبب علي تدليك نفسي على الأقل مرتان في اليوم. بالخلف مني الغرفة السحرية التي نقوم فيها بالأعمال. فريق المونتاج في بعض الأحيان فإنهم يزورونني في هذا المنزل ووضعت لهم سيت أبس، يأتون يجلسون كل شخص يجلس فوق من مقعده ويبدأون الاشتغال في القيام بالمونتاج الأوديو إيفكس والعديد والعديد من الأعمال التي لا أستطيع ذكرها في هذا المقطع بالضبط. هنا آلات القهوة بالإضافة كذلك لعدد هائل جدا من الأكواب، لأن العمال في بعض الأحيان يتأخرون كثيرا يشتغلون حتى منتصف الليل، لهذا السبب وضعت لهم آلات القهوة هناك. وهذه الغرفة هنا هي غرفة نائبي، وفي نفس الوقت نائبي فإن يقوم بمراقبة العمال لكي يرى هل هم يقومون بعملهم بشكل جاد أم لا. الآن سأخذكم لغرفة الاستراحة. مثلا إذا أحد العمال تعب وأراد الاستراحة فإن في إمكاني المجيء إلى هنا. هذا السرير هو خاص بالعمال، يستعملون السرير في أغلب الأحيان بعد من الظهر لكي يستريحوا نصف ساعة حتى 45 دقيقة. وهنا لمن أراد المجيء والاستراحة في هذه الأريكة ومشاهدة المناظر الطبيعية والرائعة جدا. ومن منا لا يحب رؤية منظر جبل مونت شرياط الرائع جدا، أكبر وأعلى جبل في سان أندرياس. وهنا في هذه الضفة هذه السيارات ثمنها غالي جدا لأنها نادرة، حتى ولو بحثتم على هذه السيارة الآن لن تستطيعوا شراءها. تم صناعة ما يقارب 10 نسخ منها فقط، وعندي أنا نسخة واحدة من كل سيارة. هل اعتقدتم أنني انتهيت؟ لازلت لم أنتهي بعد. الآن سأخذكم للطابق الثاني. تقريبا الطابق الثاني فيه نفس الشيء. في هذه المرة سأظهر لكم فقط أحد السيارات التي أفضلها وهي هذه. واو، هذه يا حبيبتي سيارة الماكلارن، خيالية جدا وسريعة. بما أن أغلب الغرف في الفوق تتشابه مع الغرف في الأسفل، سأظهر لكم فقط الغرف المغايرة. في بعض الأحيان العمال المختارين يحتاجون لي أماكن للترفيه، لهذا السبب قررت صناعة هذه الغرفة. وبالفعل وضعت لهم ألعاب الأركيد هنا إذا أراد الشباب لعب الأركيد، لمن يعشق كذلك البيسبول وضعت لهم لعبة البيسبول هنا، بالإضافة كذلك لجهاز الأتاري رهيب، ولا ننسى كذلك الإكس بوكس. من بين المناطق التي أحبها كثيرا هي هذه المنطقة، لأن بعد خروجكم هنا لهذه البلكونة العملاقة جدا ستستنشقون هواء نقي، بالإضافة كذلك تستطيعون استعمال هذه الكراسي في استقطاب فيتامين أشعة الشمس. بما أنني أحب الاعتناء بالموظفين قررت إنشاء غرفة خاصة بالتدريب لهم. من أراد التدريب ففي إمكاني المجيء إلى هنا. عندنا هنا التريدميل لمن يريد المشي أو الجري على حسب الشيء الذي يفضله، بالإضافة كذلك إلى آلات رفع الأثقال. كل شيء موجود تقريبا في المنزل. ومن بين الغرف التي أدخل لها أنا فقط ونائبي هي هذه الغرفة السرية، لأن لا يوجد فيها باب عادي، بل هذا الباب فإنه يرتفع للفوق، إذا اقتربتم سيرتفع للفوق. هذه الغرفة فيها تقريبا جميع المستندات، أغلب أفكاري فإنني دونتها في تلك الأوراق ووضعتها هناك، بالإضافة كذلك لعدد هائل جدا من أكواب القهوة لأنني أستعمل كثيرا أكواب القهوة. وكذلك مع الأسف نعم، برغم من أن عندي هذه الأموال الطائلة لكنني لا أستطيع الاستغناء عن التدخين، لا أنصحكم أن تدخنوا لأنه مضر جدا بالصحة. عندما أتعب كثيرا من العمل فإنني أتي إلى هناك وأنام. نخرج الآن للمنطقة التي أعشقها وهي هاتف. عندي هنا بلياردو. في بعض الأحيان عندما تزورون العائلة فإنني أستمتع معهم بلعب البلياردو، وإذا أردت الحصول على فيتامين الشمس فإنني أتكئ هناك. وأخيرا وليس أخيرا سأظهر لكم غرفتي السرية. نعم بالفعل عندي غرفة سرية لا تفتح لأي أحد فقط لغيري، وطريقة فتحها سهلة جدا، علي فقط الاقتراب بهذه الطريقة، وعند اقترابي من الباب الآن سيفتح أوتوماتيكيا. أغلبكم سيعتقد أن الباب لم يفتح لكن لقد فتح. شاهدوا يا أصدقاء السحر. نعم السحر حدث في هذه الأثناء. هذه الغرفة تفتح لي فقط، لكن علي الاقتراب كثيرا من الباب لأن الباب يعمل أنالايز لوجهي ويفتح أوتوماتيكيا. هنا في هذه الغرفة عندي عدد هائل جدا من اللوحات الفنية التي تمنه يساوي الملايير، بالإضافة كذلك لقطع الذهب الأبيض. إذا لم يسبق لكم أن سمعتم بالذهب الأبيض فابحثوا عنه، هذا هو الذهب الأبيض، هو نادر جدا وأغلب كثير من الذهب الأصفر، بالإضافة لعدد هائل جدا من المجوهرات. أي شيء نادر في هذه الحياة فإنكم ستجدون هنا عندي. هل تريدون رؤية قرون الديناصور؟ نعم هايا قرون الديناصورات موجودة عندي هنا يا أصدقائي، بالإضافة للأسلحة أكيد، لأن علي الدفاع لنفسي لوحات نادرة. وهذا رأيتم يا أصدقائي.
الأموال. نعم، بما أنني أنا هو أكبر مخرج سينمائي عرفة سان أندرياس، لهذا السبب عندي جميع هذه الأمور. كلكم يعرف أنني مدمن على التدخين، لهذا السبب دخلت في تجارة الممنوعات. نعم، وبما أن الأموال التي أربحها من هذه الممنوعات علي غسلها لكي تصبح أموالا قانونية، اشتريت هذه الغسالة اشتريت هذه الغسالة، وأنا الآن في صدد غسل عدد هائل جدا من الأموال. قبل أن أخذكم للأستوديو، نائبي اتصل بي وقال لي بأن علي الحضور بالضبط، لأنهم سيصورون لقطة خيالية جدا وأكيد سيحتاجون لوجهة نظري. سأظهر لكم السيارة التي أحبها كثيرا، حلوة الغالية، اشتريتها بأكثر من 10 مليون دولار. وياسي واو، حلوة الغالية، لهذا السبب وضعتها في الظل أسفل من تلك الشجرة. سيارة مرسيدس من نوعية AMG، طريقة فتح البيبان طريقة فارهة جدا، من الداخل تشبه 100% سيارات المرسيدس AMG الحقيقية. فتحت لكم مقدمة السيارة لكي تشاهدوا المحرك، بالفعل هو محرك المرسيدس الحقيقي الخاص بالAMG. وخلفية السيارة هي جيدة جدا صراحة، من ناحية حمل الأمتعة فإنها تحمل شنطتي، وهذا يكفيني فقط لكي أتجه نحو الأستوديو. ولمن يتساءل عن سرعة هذه السيارة، فإن سرعتها خيالية جدا، لا يمكن الإسراع بها نهائيا، لأنني إذا أسرعت سأقوم بحوادث السيارة، وكلكم يعرف سني كبيرة، لهذا السبب إذا قمت بحادثة سير فإنني سأموت. افتح الباب أيها المغفل، مدير الأعمال لقد جاء. ماذا؟ هل تريد العراك ضدي؟ هل تريد مني أن أطردك؟ اصمت أيها الغبي. لقد بدأوا في تسجيل فيلم، لهذا السبب طلبوا مني المجيء. أغلب السيارات هنا لقد غرقت، سأغير مكان ركني للسيارة، لا أريد من سيارتي الجميلة جدا أن تغرق، لما لا أركنها هنا بالقرب من مكتبي. ارتحت قليلا في منزلي حتى منتصف الليل، وها أنا جئت لكي أرى هل بدأوا العمل، لأن هذه اللقطة التي سنسجلها في منتصف الليل. وضعوا السفينة هنا. أحسنتم، هل يمكنني الدخول الآن وسط من السفينة؟ نعم، أستطيع الصعود فوق من السفينة. واو، روعة جدا صراحة. فكرة هذا الفيلم هي فكرة خرافية جدا، البطل سيركب في هذه السفينة مع أصدقائه وسيهربون وسيتجهون لجزيرة خطيرة جدا، هناك الكثير من المغامرات، لا أريد أن أخبركم بالمزيد حتى يخرج ذلك الفيلم. الآن سأخذكم للمنطقة التي يتم فيها السحر، وهو الأستوديو بطبيعة الحال. أنا متأسف على الإضاءة السيئة شيئا ما، هذا المشكل ليس مشكلا في الحاسوب، يعني أن الحاسوب لم يستطع تحمل الجرافيكس، بل المشكل خاص من المود. الإضاءة في المود تحدث فيها بعض من الجليتشات، كان علي تنصيب أحد المودات الأخرى لكي أصلح هذا العطب البسيط، لكن اكتشفت أن ذلك المود فيه 600 ميجا بايت، وبما أنني نصبت العديد من المودات أصلا، لهذا السبب لم أريد نصيب مود آخر. خفت صراحة أن يحدث خلل في ملفات اللعبة وأن لا يشتغل أي مود، وبهذا فإن فكرة هذا المقطع ستفشل. المهم، استدعينا الممثلين تريفر، مايكل وفرانكي كالعادة، لقد ضربوا ذلك الشخص، قتلوه ذلك الشخص، هو لازلو. سأستعمل النوكليب لكي اكتشف بالفعل هل بالفعل هو لازلو. نعم هو لازلو. هذه هي لقطة الفيلم التي نحن الآن في صدد تسجيلها، تريفر ومايكل وفرانكلين. مايكل عنده سلاح الـ AK-47، فرانكلين عنده سلاح البيسبول. بالنسبة لتريفر، بما أنه يحب النار، أعطينا سلاح المولوتوف. ديفن ويستن، قد قتلناك يا ديفن ويستن، على ماذا تسفق يا أيها المغفل الغبي؟ وها هي الشاشة كما تشاهدون، لقد أخذت لنا صورة لتريفر وفرانكلين ومايكل. وهنا ما هذا الشيء؟ هذه المنطقة خيالية جدا. فهمت لما تصلح. أعتقد بأننا سنقوم بسرقة بنك، وهذا هو مدخل الفولت، يعني أننا سنمر من هذا المكان وسندخل لهذه المنطقة. هنا رجال الأمن ورجال المراقبة، سنقتلهم. هذا الشخص لقد بدأ في التسجيل أصلا، هشاتمه بدأ في تسجيل الفيلم. هذا كذلك هو الآن في صدد أخذ الصور. هنا غرفة الجلوس على ما أعتقد، هذه الغرفة لا أستطيع دخولها، لا يمكن، لكن هذه الغرفة تذكرني كثيرا ببنك الباسيفيك. نعم، وها هي الفولت بطبيعة الحال، رجل الصوات يحرس تلك الفولت، يعني أننا سنقوم بقتله وسندخل وسنسرق الذهب. واو، الشيء لا يصدق، تريل هناك الأموال، الذهب، وهذا هو الباب. نعم، هذا هو الباب الذي سيتم تفجيره، وبعدها سندخل للفولت، يعني أن هذا النفق سنستعمله في الهروب لكي نهرب إلى الشارع. واو، هذا الفيلم صراحة الذي نحن في صدد تسجيله كمخرجين الأفلام سيكون فيلما رائعا جدا وخياليا. الآن سأخذكم للطابق العلوي. صراحة نحن نعتني كثيرا بالموظفين كما تشاهدون، أغلب هؤلاء الأشخاص فإنهم موظفون يشتغلون معنا. عندنا كذلك ابن مايكل جيمي، بما أن مايكل ساعدني كثيرا لهذا السبب قررت توظيف ابنة جيمي معي. هنا المطبخ أو الكيتشن، عندنا شاف خاص بنا يطهو الطعام لشباب الذين يشتغلون، وهذه هي غرفة العمال، هنا يعدلون المقاطع،
يقومون بالمونتاج، كذلك يعدلون الصور ويشتغلون ما يقارب 8 ساعات في اليوم. وهذا هو نائبي الذي ذكرته لكم. في بعض الأحيان هؤلاء العمال فإنني أخذهم للفيلا لكي يشتغلوا هناك ويستمتعوا بوقتهم. وسأكتفي فقط بهذا في هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. استمتعت باللعب كمخرجي أفلام غني في لعبة GTA 5. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة يا رفاق.